هسا احنا حرنا وين نلتفت؟ مدري على سؤال في الديمقراطيين وتضامنهم ويا ولاية الفقيه انه طلع عنا ماكرون اللي قبل كم يوم طلع بتصريح ناري وتجاوز على الدين الاسلامي. زين اكو احد فهمه انه الاسلام المتطرف ترى بايران مو بغير مكان، واللي هو دا يدعمهم من خلال حزب الله اللي قعد وياهم من راحل بيروت، ومن خلال الالتفاف على العقوبات الامريكيه المفروضه على ايران بتاسيس شركات عراقيه بس بالاسم او تشتغل لحساب ايران. هذا الفكر اليساري اللي راح يدمر فرنسا ويطلعها من الحياد. هسه افتهمتوا فيلم ماكرون شنو؟ الاخ طلع ولائي وطلع دا يلطم على الهريسه بس، مو كرها بالاسلام.